هنا كان يقف عشاق السينما لاقتناء تذاكرهم في التسعينيات من القرن الماضي. القاعة السينمائية ورائي تبدو كئيبة بعدما ودع شيء منها الحياة بسبب الإهمال الذي طالها وأخريات ضمن القطاع. على سبيل المثال للحصر قاعة شهرزاد السينمائية، فبعدما كانت تستقطب النخب المثقفة في المدينة لسنوات مضت، عاشت فيها السينما أبهى الأيام وسط إقبال منقطع النظير. اليوم تعيش القاعة على حافة التهميش بعدما أصبحت مستودعا تكدس فيه البضائع. على غرار شهرزاد شهدت نحو 100 قاعة أخرى مأساة مشابهة بسبب هجر الجمهور وغياب الاهتمام، حتى أن بعضها استحال أطلالا. الأطلس ولا المسرح الملكي ولا شهرزاد، كلهم هادو قاعات اللي عندها واحد القيمة معمارية كبيرة. قاعة شهرزاد راه كانت عندها سقف كيتفتح فاش كيكون الصهد، وبانينهم مهندسين معماريين كفاء معروفين. هاد القاعات هادي ومتواجدة بحيث انها متواجدة في واحد الحي اللي معروف الدار البيضاء، اللي خرجوا منه بزاف ديال المثقفين وبزاف ديال المقاومين كذلك. هاد القاعات هادي لعبات دور كبير في الثقافة ديال هذاك الحي، ولكن مع الأسف كلهم هاد القاعات كلها مغلوقة هاد الآن، ومن غير ما محافظينش عليها، لأنها إلى موريتانيا ولا قاعة سيني أطلس ولا الكواكب فينا هما ما بقاوش. يعني موريتانيا وشبح اللي مشيت شبح قاعة سينما، المسرح الملكي ولا كيف قلنا مطرح ديال بعد ما الأطلس مطرح نفايات أنا شفتها بعيني، سميتو المسرح الملكي بحال شي مخزن ديال بضاعة ديال سميتو داك التجار اللي كاينين قراب. يعني مع الأسف ما كاينش واحد الاهتمام عام بهذه القاعات. لكن على الرغم من هذا الانهيار، ما تزال بعض القاعات التاريخية القليلة صامدة في بلد لا يضم سوى 31 دار سينما مفتوحة، وذلك بفضل جهود بعض عشاق الفن السابع ودعم الحكومة التي سارعت بتجويد خدماتها عن طريق الرقمنة، وإن كان ذلك غير كاف بنظر مهنيين. الخزانة المغربية، الخزانة السينمائية ميتة، ما فيهاش أنشطة، ما يمكنش تطور السينما اللي ما كانش أساسا منين تجي السينما أنها ما تطوراش. دونك تيخص تطوير الخزانة السينمائية، وتيخص أن المركز السينمائي هو بدا في هذه القضية حقيقة، وديال تطوير وتحديث ورقمنة القاعة السينمائية، بدا في هذه العملية. تنتمنى أنها تشمل كل القاعة السينمائية، لأن ما عندناش كثير. دابا عندنا 31 قاعة و74 شاشة، يعني ماشي شي حاجة كثيرة. تيخص التحديث هذا، واللي أساس هو بناء قاعات عن قرب، هذا مهم ايضا. او لا نشوف السياسه ديال المركبات، يعني تخصنا نجزموا ونحسموا في هذه المساله ديال السينما. ما نبقاوش غير تنطاتون وشاك فوا تيكون راي وما تنديروا حتى شيء. يا اما تكون عندنا سياسه واضحه، نقولوا بان تخصنا نشوف السياسه ديال المركبات السينمائيه، وفي كل مدينه وفي كل قريه نديروا مركب سينمائي، وهذا مهم جدا. او لا ترجعوا للسينما عن قرب وتنبداو نخلقوا ونحيوا ذوك القاعات السينمائيه في الاحياء، مثلا في احياء ديال كل مدينة. في اعتقادي هذا هو اللي مهم. طبعا الحال كنت سويت إلى التراجع ديال المشاهدة، ويعزى إلى مجموعة من العوامل. كاين العامل الأول كيف قلت هو الاندثار واحد المجموعة من الأندية السينمائية، عدم وجود سينما في المدارس وفي الجامعات، ثم أيضا ظهور التكنولوجيا الجديدة اللي ساهمت بواحد الشكل كبير في أن الجمهور ولا تيشوف السينما في الدار عنده بالانترنت. يعني كاين دي بلاتفورم مثلا دي ستريمينغ تيشوف الافلام عنده وتيقول بلا ما نمشي السينما تجي عندي حتى للدار. وفي المقابل يبدي كثيرون تخوفا مشروعا من مستقبل مجهول للفن السابع في شكله التقليدي المعهود. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.